كابتن بلال الف مبروك، حسمت او لم تحسم بعد؟ شوف يا كابتن، هقول لك يعني طبعا مع احترامنا لكره القدم واحترامنا للزملاء، لكن انت لو سالت اي حد في الشارع اي واحد ماشي يقول لك الاهلي فين، يقول لك الاهلي في النهائي ان شاء الله. تمام، عشان انا سالته قلت له ايه الاهلي هي. فين؟ هيقول لك الاهلي في النهائي. هي. الاهلي بقدراته باسمه بامكانياته، تمام، لو اتغلبنا 4-0 هناك لا قدر الله يبقى الفرقه دي ما تلعبش كره تاني. لا استحاله ان شاء الله وما نرجعش من هناك، ما يحصلش. يعني بص، دي في حاجات في كره القدم مسلمات. ايوه مسلمات. لما البي اس جي يكسب برشلونه 5 تمام، فيرجع برشلونه يكسبه، ده وضع طبيعي لان ده برشلونه. مزبط. تمام، وهي دي كره القدم. السيتي لما يكسب تمام في ملعبه يرجع يتغلب من ريال، ده السيتي يعني الفروقات قليله جدا والمستويات قريبه جدا. تمام، ممكن يبقى انا باد لك عندك، تمام، المباراه اللي بعديها اقدر اعوض وابقى كويس وانا فت. تمام، انما النهارده احنا الحمد لله فرقه الاهلي افضل تكتيكيا، عناصر افضل بكتير جدا، دفاعيا احنا اميز بكتير جدا، فكل كل الحاجات او كل الطرق تؤدي الى اورشليم زي ما بيقولوا يعني النهائي. روما يعني روما رب العالمين. فانت النهارده في النهائي، انا يعني باذن الله كره القدم فيها تفاصيل كتير صح، لكن التفصيله الاولى هي الاسم البراند. مظبوط. النادي الاهلي، نادي الاهلي 4-0 في ملعبه، يبقى خلاص احنا كده المفترض يعني قولا واحدا يعني 2 إلا ربع قدمين زي ما قال كابتن اسامه، 3 أقدام. الطبيعي انت الحمد لله دلوقتي احنا بنأهل نفسنا ولاعبتنا بعد كده فيما بعد. مش بقول صحيح. ان المباراه هناك هتروح تتهزر او هتروح لا طبعًا. تضحك لا طبعا، لا طبعا، لكن انا بتكلم كل الفرق، بتكلم على الفوارق الفرديه للفرقتين. الفوارق الفرديه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي لوفاق سطيف كبيره جدا جدا جدا. دفاع وفاق سطيف دفاع يتسجل فيه اهداف هنا وهناك، مش هنا بس، هنا وهناك. تمام ان شاء الله. عملت النهارده جيم حلو قوي. اي نعم، اتطرد منهم لعيب وده سهل بعض الشيء من المأمورية بتاعتك، ولكن قبل ما يطرد لعيب انت مسجل هدف وكورتين في العارضه ومسيطر وعامل كل حاجه في كره القدم. فانا بقول الاهلي ان شاء الله في النهائي. خلاص يعني نفكر بقى زي، هل انت النهارده يا كابتن تقدر تشك ان الوداد مش في النهائي؟ لا تقريبا بنسبه 99% في النهائي، 99.9%.